حديقة كرينسي سيبلات واحدة من أكبر الحدائق في أندونيسيا، كانت في السابق موطناً لوحيد القرن السوماطري، ولكن للأسف فلقد انقرضت هذه الفصيلة. ولكن لا زالت الحديقة تحتضن التابير ودب الشمس والفهد المرقط ومئات الأنواع من الطيور وسبع فصائل من الثدييات الرئيسيات. وكذلك توجد في الأدغال مجموعة كبيرة من أشرس الحيوانات في آسيا، مثل الفيل السومطري القوي والنمر السومطري. ولكن يقال أن هنالك مخلوق في الأدغال أقوى بكثير من الفيل وأشرس من النمر. هذا الوحش يعرف به أورانج بندك، وتعني بالأندونيسية الشخص القصير. ولكن لا تنخدعوا بهذا المعنى، فكل من شاهده لم ينجو ليخبرنا بما حصل به. لا تخافون أنتوا الاثنين، هذه مجرد خرافة. شفتوها؟ بلبل كريم مخطط. أقولك شوف الحركة هذه يا منصور. تركي حاول تسوي الحركة. طيب شوف الحرف أنا يا صاحبي. يمكن هجم عليهم النمر. يمكن هجم عليهم الأورانج بندق. لا النمر هجم عليهم ولا الأورانج بندق. على العموم هذه مجرد خرافة. نحن أكيد خذنا السكة الغلط. أنا ما برجع هناك. أقول لك ما في طريق قدامنا، لازم نرجع. نقدر نجلس هني، المكان شكله حلو. من جدكم لسه تبغونا نجلس هنا؟ إذا رجعنا هناك بنستوي وجبة حق النمر أو وجبة للأورانج بندق. لحظة، أعتقد أني شفت شيء. هذا منصور، يمكن مسك الأورانج بندق. يا خفة، مو وقت الكلام هذا. عجيب. واه، معقولة؟ معبد مهجور؟ عجيب. متروس بذهب، المعابد المهجورة دائما مليانة ذهب. كنت بقولها فاعي، يلا نرجع. مستحيل، لازم نستكشف هالمكان، وكمان حندور على الذهب. شو نوع هالقرن؟ شمبانزي؟ غوريلا؟ الغوريلا والشمبانزي مو موجودين في اندونيسيا، بس الأورانغوتان. شو مكان؟ بس شكله حقيقي. زين ليش لونه غير؟ شفتوا شو سواه؟ ايش؟ التمثال غمزني. شو تقول يا عبيد؟ لحظة، هذا مو التمثال. عيل شو هذا؟ الأورانج بندق. اركضوا. يمكن يمل ولا يوع. لا 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 بيوع. أرجوك أرجوك لا تيوع. ما حد فيكم يتحرك. أبو قرن.
لا 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 لا. شو اللي صار توا؟ تم انقاذنا. سالم تقدر توقف الصراخ الحين؟ ها؟ يلا تراها انقذنا، خلونا نلحقه. برسوي مشهورين لأن لقيناه. أكيد، وهيطلعونا كمان في التلفزيون. عبيد وصديقه الصدوق الأورانج بندق. لا يا صاحبي، العنوان حيكون تركي ومعبد الأورانج بندق المهجور. لحظة لحظة لحظة، شو عني أنا؟ شو رأيكم في سالم ينقذ الموقف؟ أيوة أيوة، بس ما قلت لنا ليش القصد بالضبط. شباب، نحن لازم نلقى المجموعة. عجيب، هالمكان مرتفع وايد. تصدقوا المنظر هذا هخليه في فيلمي. ها منصور، الحمد لله انك بخير. ابويا الحمد لله. كيف لقيتوا طريق الرجعه؟ هذه قصه طويله وعجيبه ما بتصدقها. ها؟ اتبعنا مغيب الشمس. لا ما كنا. سالم، اتبعنا مغيب الشمس. على العموم اكيد انتوا يعاني. يلا خلونا نسير. ليش ما قلت حق ابوك عن الاورانج بنتك؟ بنكون مشاهير وبيسوون عنا فيلم. إذا قلنا لهم شو شفنا، الناس بتي الأدغال والكل بدور على الأورانج بندق، ويمكن عقبها يحطونا في حديقة الحيوان، فالأفضل أن نخلي الموضوع سر بيننا. صح، معك حق يا منصور. صحيح صحيح.